الممثل اللبناني يورجو شلهوب، اهلا وسهلا فيك بكتاب الشهره. ثانك يو يورجو. الليله انا وانت رح نوقف على محطات عده بحياتك. بتخاف يورجو بكل صراحه ترجع تحضر شريط حياتك من اول ما خلقت لليوم؟ يعني بتقول انه هيدي الذكرى ما بحب ارجع اتذكرها؟ لا، لانه بتذكرهم كلهم تقريبا، يعني في اشياء بتفضل تكون ما قطعت، بس لو ما قطعت ما كانت حياتك هلا مثل ما هي وما كنت انت. لا، ما بخاف من شيء. واليوم رح تجاوب بكل صدق على صفحات كتاب الشهرة الخاص فيك. مش بالضرورة، حسب. حسب؟ يعني ليك الصدق اوفر ريت. هلا انت عم بتجرب تقول لي هيدي، مثل ما حكينا قبل، قلت لك الصحفي بجربوا يقولوا للواحد انت صادق لا يحكي كل شيء. الصدق له حدوده ومش ضروري يخبر كل شيء. لا، خلينا هلا منشوف. خلينا نروح انا وياك هلا برحله كتاب الشهرة الخاص فيك. واول صفحه يورجو شلهوب. اول صفحه 31 كانون الاول عام 1975 تاريخ ميلادك. انا تاريخ ميلادي؟ تاريخ ميلادك ما انك حافظه؟ لا، لانه انا في عندي ليك، انا تذكرتي غير شيء عني. قلت لك خلقت ممثل، ليه قلت لك بالانترو انه انا كل التراصفات صارت. انا خلقان ب 30/12/74، مؤيد على تذكره 1/1/75. واسمي على تذكره غير شيء، واسمي بالحقيقه شو بعيطوا لي الكل من وقتها ما خلقت شيء. شو اسمك على الهويه؟ شلهوب جورج شلهوب، واسمي انا اللي بعيطوا لي من وقتها ما خلقت، مش انه انا غيرته اسم فني مشان هيك بفكروا يورجو. ومن الواضح يورجو انه مش بس تاريخ ميلادك. يعني هلا صاروا يلقطوني، قبل ما كان فيهم يلقطوني، بتجي اخبار على حدا بيروحوا يلقطوا شلهوب. يعني مش بس تاريخ ميلادك بده تصحيح بكتاب الشهرة المتعارف عليه، ولكن حتى يعني يقال انه انت من اول ما خلقت وكان عمرك شهرين تقريبا رحت مع اهلك على امريكا، بتصححها لهالمعلومة كمان؟ ايه اكيد، يعني مش اول مرة حدا بفكر هيدا الشيء. ما بتعرف بالمقابلات ومن زمان مع اهلي، كانوا امي لحقت بي على امريكا، انا كنت خلقت وهي اول ما خلقت راحت تشوفه، اشتقت له او كبسه قلت لك يا بقى، راحت وتركتني هون بيت عند بيت جدي وستي. يعني بقى انا ما رحت على امريكا. جيبوا لي كاسكات من هونيك مكتوب عليها يورجي. بتذكرها لهلا. بتقول يا ريت اخذوني معهم على امريكا وعشت هونيك. ليك بمرحله من حياتي قلت، كنت اولى انه بشوف هوليوود على اساس انت وصغير، يعني بتفكر، بس لما توعى على الحياه اكثر بتعرف انه كل شيء مقدر بده يصير لك. يعني ما بتعرف اذا هيدي كانت منيحه او عاطله لإلك. لو بيت بامريكا يمكن كان مسار حياتي غير شيء، ولو مقدر لك كنت اصلا رحت. بقى لا تكرهوا شيء لعله خير، لانك اللي عايشه هون هيدا اللي مقدر لك. شو الحدث يلي ما قدرت تتحكم فيه ابدا؟ وكثير احداث. اعطيني حدث من هالاحداث. الحرب اللبنانيه اول ما خلقت عندي تحكم فيها مثلا، يلي هي اثرت على مسار كبير من حياتي. وانت بتقول يورجو، يعني كنا عم نتحدث قبل، قلت لي انه الحرب كلها صعوبات ولكن في قصص حلوه بالحرب. شو حلاوه الحرب بقاموسك؟ لا، هيدي ما في شيء حلو بالحرب. الحرب كلها شيء عاطل كحرب، كونسبت الحرب. بس ما في تجربة هي كومبليتلي بالعالم. في بولاريتي، في لايت وفي دارك، في خير وفي شر، وفي اشياء حلوة وبشعة بكل مراحل حياتك. بس خلال الحرب، مع انه الحرب بحد ذاتها بشعة على كل النواحي، بس اللي كان بالنسبة بتمرق بمراحل كمان حلوة. مثلا نحن كأولاد انه بتوقف مدرسة مثلا، كل سنة هي نص سنة تقريبا نعملها، وبعدين بتصير اول شيء اوكي الملاجئ والكذا، الاكسبيرينس تبع الملجأ والقصف، بعدين اوقات نجبر نهرب على غير منطقه، اصير على البحر نص السنه على البحر، لا تعلق بغير منطقه بتنتقل. يعني في عندها شيء حياتها الخاصه الحرب. الحرب بتخلق عقد يورجو. اكيد. شو خلقت عندك عقدي؟ مش ليك انت وصغير مثلا الخوف اللي بتقطع فيه بالحرب، هي منا قصه عقد، بترجلج مع كل شيء، بتتاقلم مع كل شيء. طبيعه الانسان ريزيليانت، حتى الولد ريزيليانت. اذا بدك توصف طفولتك بكلمه واحده. متنوعة. متنوعة. لما صرت بسن المراهقة شو بتقول؟ يا ريت برجع طفولي لحقق هالشيء اللي انحرمت منه. أنا أهلي جربوا قد ما فيي ما يكون عندي حرمان من أشياء معينة، بس أكيد كنت بتمنى أعمل أشياء أكثر. في أكتيفيتيز، سبورتس أكتيفيتيز كنت بحب أعملها أكثر، وأنا كنت كثير سبورتيف، جسمي سبورتيف ومجهز لهالأمور. كانوا يعاقبوك أهلك أنت وصغير إذا شاغبت؟ بيمنعوك إنك تنزل تلعب مثلا مع أصحابك أو شيء، ما في شيء كثير. أهلي منهم من النوع اللي كانوا كثير متزمتين أو ستريكت، مثلا إنه فيهم يعيطوا عليك أو شيء يعني، بس إنه ما مش هالقد مين كان أقسى؟ بيي
اكيد بيك الممثل ايه. جورج شلهوب والدك والممثله ألسي فرناني يلي من وجهه نظري هي بتحس انه ما كنت اقبضها كثير امي انه كثير حنونه وكثير ناعمه بقى هو الوهره اكثر بقى هو مش هو الشرير هي تدفش دغري جورج عرفتي انه انت تعطى معه وتنشوفي